للوقوف أكثر على استمرار تفاقم الأزمات في لبنان وأسبابها، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الدكتور طارق شندب. أهلا بك دكتور طارق. يعني بعد العقوبات الأمريكية التي تستهدف محسوبين على ميليشيا حزب الله من رجال أعمال الخارجية الأمريكية، تقول إن الحزب هو سبب أزمات لبنان. السؤال هنا، إذا كان الأمر كذلك فلماذا تفتح أبواب خلفية للحوار معها؟ اولا يعني الحزب او ميليشيا حزب الله هي احد اسباب الازمات في لبنان، وهي سبب رئيسي من اسباب الازمات وليس كل الاسباب. فهناك الفساد المتعلق مع ميليشيا حزب الله، وهو كذلك من اسباب يعني ما نشهده الان من انهيار للدوله اللبنانيه. ما يجري في لبنان حقيقه هو سيطره ميليشيا حزب الله بقوه السلاح بالتعاون مع الفاسدين السياسيين على القرار السياسي اللبناني، فمن هجوم على الدول العربيه، من استعمال السلاح في الداخل، استعمال السلاح في سوريا وقتل الشعب السوري، استعمال السلاح في اليمن، تزويد الحوثيين بالتدريبات، مشاركه الميليشيات العراقيه بالتدريب، وكل تلك الامور الارهابيه التي يقومون بها، ناهيك عن تجاره المخدرات وتصديرها. أما في موضوع المفاوضات الخارجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فهذه مفاوضات بين دول، وكل دولة تحاول أن تضغط وتستعمل أدواتها، وميليشيا حزب الله هي أحد أدوات في المنطقة. دكتور طارق، يعني باعتقادك السياسة الأمريكية التي يصفها البعض بالناعمة في ظل عقوبات على بعض الأفراد، هذه السياسة إلى أي مدى يمكن أن تؤثر عمليا على ميليشيا حزب الله على الأرض؟ يجب أن نتذكر جميعا أن من أدخل الإيرانيين أو أن الإيرانيين والعراق والأمريكان تعاونوا على إسقاط النظام العراقي السابق، وهم من غطوا الإرهاب الصفوي في ذبح المسلمين والعرب السنة في العراق، وكذلك تشاركوا كذلك سويا في قتل المسلمين في سوريا وتهجير 15 مليون وقتل حوالي مليون سني برعاية يعني غربية. عندما كانت طائرات الأباتشي الأمريكية تقصف المناطق السنية، كان قاسم سليماني ذلك الإرهاب الكبير يذبح الشعب السوري بغطاء من الطائرات الأمريكية. إذن هناك مصلحة وهناك تخادم بين المشروعين، والاختلاف بينهم هو يكون على نقاط الربح وتحقيق مكاسب أكبر. ولذلك نرى السياسة الناعمة الأمريكية تجاه إيران وميليشياتها، فنرى التهريب المستمر إلى لبنان لعمليات النفط، حتى في بحر الخليج ما جرى اليوم وما يجري دائما، وأمريكا دائما تحاول يعني أن تذهب العصا أو تبين العصا للإيرانيين، ولكن هي لن تتخلى عن التحالف معهم لضرب المكون العربي والسني الذي يضرب منذ 20 سنة في المنطقة ويذبح بتغطية أمريكية غربية، وهذا الأمر يعرفه الجميع. وما نشهده اليوم في العراق وفي سوريا وفي لبنان هو أكبر دليل، بالإضافة إلى الدعم الإرهابي، إلى الدعم الإيراني للحوثيين وتغطية أمريكا والغرب للتمدد الحوثي وللإرهاب الحوثي. والكل شاهد ما حصل في ميناء الحديدة وكيف تدخل العرب لمنع الشعب اليمني والتحالف العربي من تحرير الحديدة. هذا مثال جديد الآن دكتور طارق. دعنا نذهب إلى سؤال آخر في لبنان أيضا. يعني في ظل أزمة المحروقات المستمرة منذ أشهر وتفاقم الشهر الماضي، يعني حسن نصر الله وعد أكثر من مرة بوصول ناقلتي نفط إيرانية إلى بيروت في حينها، لماذا لم تصل هذه الناقلات حتى الآن؟ دعني أوضح لك أمر واحد، أن حسن نصر الله زعيم ميليشيا القتل والإرهاب في لبنان هو من أكبر الكذابين على الشعب اللبناني وعلى العالم وعلى الأمة الإسلامية. هو يتظاهر في خطابه أنه يقوم بخدمة المجتمع اللبناني وتقديم خدمات للإسلام، فيما هو قتل الشعب اللبناني، شارك بقتل مليون سوري، شارك في كل الأعمال الإرهابية في اليمن، في سوريا، في العراق، لم يترك مكانا إلا وشارك في ميليشياته، غطت تهريب المخدرات إلى الخليج وإلى العالم. وما قام به وما يقوم به من في لبنان هو الذي أدى إلى انهيار الدولة اللبنانية، انهيار منظومة الاقتصاد اللبناني. نحن الآن في لبنان نعيش حالة انهيار تام للمنظومة الاقتصادية بسبب سيطرة ميليشيا حزب الله وحلفائها الباقين من الأطراف السياسية بالفساد على المرافق الحدودية، وعدم وجود مصادر دخل للدولة اللبنانية بسبب سيطرة الميليشيا واستيلائها على الأموال مع الفاسدين، بسبب حماية ميليشيا حزب الله للفاسدين، وما شاهدناه في ملف مرفأ بيروت من تهديد بالقضاء أمر واضح. أضف إلى ذلك
أن مشروع الدولة برمته في لبنان نعم مهدد بالكامل بسبب تلك الميليشيا الإرهابية التي رهنت الدولة لمصلحتها. أضف إلى ذلك لابد من أمر أساسي، أن إساءة ميليشيا حزب الله المستمرة للخليج العربي وللمسلمين ولتركيا ولقطر ولكل الدول العربية والإسلامية، التحريض الذي يمارسه الإرهابي حسن نصر الله هو الذي أدى إلى ما أدى إليه من وقف للمساعدات. الآن لبنان دولة من أشد الدول المنكوبة على في المجتمع الدولي، لا أحد تدخل للمساعدات، لا أحد نعم للصندوق الدولي اللي يقدم أي مساعدة، ولا البنك الدولي ولا الدول العربية، بسبب سياسة وإرهاب ميليشيا حزب الله، نعم بالإضافة إلى الفساد المتشارك مع ميليشيا حزب الله في حكم الدولة. نعم فتحالف الفساد والسلاح في لبنان هو الذي أدى بنا إلى ما أدى عليه، وتصريحات نصر الله دائما هي وعود كاذبة، فهو يعني وعوده الكاذبة انكشفت في سوريا وانكشفت في لبنان وانكشفت في المنطقة، ولم يعد ينطلي على أحد أكاذيبه الملونة بغطاء ديني فيما هو يمارس أبشع نعم أنواع الإرهاب والقتل بحق اللبنانيين والعرب والمسلمين. طب دكتور طارق، يعني اليوم ومع أزمة ناقلة النفط الإيرانية وتضارب التصريحات بشأنها، هل ننتظر دعاية ترويجية من حزب الله مثلا لحساب طهران عن النفط الذي لم يصل لبنان منذ شهر أو يزيد؟ يعني لنكن واقعيين، هناك باخرة نفط وصلت إلى البناء السوري وتم نقلها إلى داخل لبنان حسب ما ادعى حزب الله، وهناك من يقول أن التهريب المستمر من لبنان إلى سوريا ثم تمت إعادته هو نوع من البروباغندا الإعلامية لحماية أو للترويج لمقولة حسن نصر الله، ولكن ما نشهده على أرض الواقع هو أمر غير ذلك، ليس هناك من نفط ولا غير نفط، حتى المفاوضات التي قادتها الدولة اللبنانية مع الجانب العراقي لم نرى أي شيء منها، وإنما كانت نوع من البروباغندا لتلميع الطبقة العراقية المشاركة في الحكم في العراق وهي الفاسدة بمطلق الأحوال، وكان الهدف من ذلك الاتفاق بين الدولة اللبنانية والدولة العراقية هو عقود فساد، ولكن يبدو أنها لم تتم لأسباب غير معروفة حتى هذه اللحظة. ما جرى اليوم في البحر العرب وفي الخليج العربي يبين مدى يعني أن ميليشيا أن ميليشيات إيران تمارس الصلبطة وتمارس التهديد حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام حتى هذه نعم اللحظة، لا معلومات، ولكن قد تكون أحد الأسباب الرئيسية التي سوف تدفع حسن نصر الله وغيره إلى القول أنه محاصر. فيما الحقيقة في موضوع حصار أو ما يسمى الحصار العربي هو غير صحيح، هناك وزراء لبنانيين ارتضوا أن يكونوا خدما لمشروع الميليشيا ورهنوا الدولة لمشروع الميليشيا الإرهابية، وبدأوا يهاجمون الدول العربية ويحمون تجار المخدرات ويحملون الإرهاب. بيروت تحولت إلى ساحة للمنبر الإعلامي الإرهابي الإيراني الحوثي وغيره، بيروت تحولت ممر لميليشيات إيران، بيروت تحولت ممر لتوريد نعم الكبتاجون المخدرات إلى الخليج دون أن تقوم الحكومة اللبنانية بأي ردة فعل حقيقية في نعم مواجهة تلك المنظمة الإرهابية، مما أثر على علاقتها مع الدول العربية، والحكومة اللبنانية هي التي ارتضت نعم أن تكون حكومة ميليشيا حزب الله وهي التي ارتضت أن تورط لبنان في هذا النزاع. نعم إلى السؤال الأخير الآن دكتور طارق، يعني في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون وآلة الترويج لطهران التي تعمل من الضاحية الجنوبية كما تعلم، السؤال هنا هل ما زال هناك من يتمترس خلف الأيديولوجيا على حساب وطنه الذي ينهار بشكل سريع كما تفضلت في إجابتك السابق؟ نعم هذا أمر صحيح و100%. فمثلا يعني تصريحات هذا الوزير قرداحي ووزير الخارجية اليوم أبو حبيب وإصرارهم على التعنت والإساءة إلى المكون العربي والمحيط الإسلامي للبنان، وهذا ما يدل على التحالف الأقليات المسيحية في بعضها مع الشيعية الصفوية خدمة للعدو الصهيوني ولضرب أي مكون إسلامي أو أهل المنطقة، هذه المنطقة لبنان والمنطقة العربية هي منطقة عربية بامتياز، ولكن ما نراه هو أن ذلك التحالف البغيض بين تلك المكونات في خدمة مشروع إيران هو الذي
بين حقيقة ذلك المشروع وبين حقيقة أولئك الذين يدعون أنهم يعني وزراء خارجية ووزراء إعلام في حكومة يفترض أن تكون حكومة اللبنانيين، فيما هم رهنوا تلك الحكومة في تصريحاتها وأفعالها لمصلحة ميليشيا قاتلة مجرمة، وارتضوا أن يغطوا تلك الميليشيا القاتلة المجرمة على حساب كرامة أبناء لبنان وعلى حساب مصلحة لبنان. فمثلا تصريح وزير الخارجية اليوم على موضوع المخدرات والكبتاجون هو الإساءة كذلك فيه إلى دول الخليج، ما يدل على قصر نظر وعلى نعم أنه يعمل في موضوع خدمة تلك الميليشيا الإرهابية، فيما كانت تصريحات وزير الخارجية وأفعال الحكومة كلها تدل منذ سنوات وحتى هذه اللحظة على أنها تخدم مشروع إيران على حساب شكرا مشروع لبنان. الكاتب الصحفي دكتور طارق شندب، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.